فيما يخص الشبكات المعلوماتية. واليوم إن شاء الله فغادي نتطرقوا الموضوع ديال السيرفرات والخوادم. طبيعة الحال موضوع السيرفرات أو أنظمة التشغيل هو واحد الموضوع مهم جدا، خصوصا الناس اللي يودون الاشتغال عبر الإنترنت، لأن مسألة إنشاء موقع إلكتروني تبتدئ من المعرفة الجيدة لإدارة السيرفرات، وكذلك تأتي من الفهم الجيد من أجل أو الفهم الجيد لمسألة يعني إدارة أنظمة التشغيل التي تكون أو التي تثبت على هذه السيرفرات. لهذا فموضوعنا لهذا البث المباشر أو لهذا الدرس أو لهذا الجزء الثاني سيكون حول إدارة السيرفرات وإدارة أو أنظمة التشغيل. إذا بطبيعة الحال كما كنا شفنا في الدرس أو في الدرس الأول كنا هضرنا على السيرفرات، وكنت وعدتكم على اساس انه ان شاء الله راه غادي نخصصوا لها جزء خاص به، فما تطرقناش لمجموعه من التفاصيل فيما يخص السيرفرات. وكنا قلنا على او شرحنا مفهوم السيرفر، وقلنا على ان يعني الحاجه اللي كتخلينا او اللي كتخلي السيرفر كيختلف على الحاسوب ديالنا هي مجموعه من الاشياء اللي هي متعلقة أولا بالهاردوير واللي متعلقة كذلك بالسوفتوير. فالسيرفر ماشي هو ذاك الحاسوب اللي كتخدم به يوميا، السيرفر هو مخصص لواحد الأداء يكون أقوى، والأهم من هذا الشيء هو أنه كذلك يقدر يخدم لنا 24 ساعة على 24 ساعة 7 أيام على 7 أيام. ففيسبوك أو لجوجل أو لأي موقع كتدخل ليه في أي وقت كتدخل ليه فأنت كتلقى هذا الموقع اونلاين، كتلقى هذا الموقع موجود، يعني ماشي كيخدم من السبت للحد ولا يومين في السيمانه او لا لا، يعني وقت ما دخلتي راك كتلقى هذاك السيرفر خدام. فبطبيعه الحال بالنسبه للسيرفر من ناحيه الهاردوير فهو بطبيعه الحال كيتكون من معالجات اقوى قادرة على أنها تقوم ب يعني البروسيسين أو البروسيسين ديال مجموعة من المعلومات دفعة واحدة، لأنه مثلا الحاسوب العادي بالمعالج العادي ما يمكنش مثلا تكونكتا فيه 200,000 واحد. يعني تصور معايا عندنا واحد الحاسوب ديالك وحط فيه موقع وبغى يدخلوا ليه 100,000 واحد مثلا دفعة واحدة أو 50,000 واحد دفعة واحدة، هذا المعالج اللي كاين في هذا الحاسوب ما يمكنش يهضر مع هذا ويهضر مع هذا ويشوف هذا اش غا تخيلوا بحال شي نادل بحال هذاك السيرفر بحال داك تنقولوا ليه سيرفر نادل هذاك السيرفي. تصور نتوما 100,000 واحد جاو عند هذاك السيرفر، السيرفر ما أو هذاك النادل ما غايقدرش يهضر مع هذا ويشوف اش بغى هذا ويمشي لعند هذا وهذا، ما يقدرش. هذا هو الحاسوب ديالك، لكن السيرفر المعالجات اللي فيه هي كتقدر أنها تبروسيسي لينا بزاف ديال الطلبات بزاف ديال لي ريكويست، كتقدر انها تبروسيسيهم لينا في واحد الوقت اللي قصير ومتعدد، يعني طلبات متعدده. هذا من ناحيه البروسيسور. كذلك من ناحيه الرام او من ناحيه الرام، حنا ملي كنهضروا على الحواسيب التقليديه فالرام ما غاديش ما كتكونش فيها واحد سعه رام كبيره او ضخمه مثل السيرفرات. السيرفرات راه كتوصل لارام ديالهم حتى ل 500 جيجا، حتى في لارام 256 جيجا، يعني كتلقى لارام فريمون عنده المساحه ديال لارام مساحه كبيره، لانها باش تقدر انه والمساله صراحه عندها علاقه بالهاردوير، لانه هذوك الطلبات قبل ما يتريتيهم البروسيسور او لا قبل ما تتم معالجتهم، هذه هي المصطلح اللي كنت نقلب عليه، ان يتم معالجته عبر البروسيسور، فباش يعالجوا البروسيسور تيخصو يتحط في لارام، خاصنا نهزوه ونحطوه في واحد الذاكرة طومبوغير، واحد الذاكرة اللي هي لحظية. هذيك الذاكرة اللحظية ملي يكون عندنا واحد الكم هائل من المعلومات اللي خاصنا نتريتيوهم، ماشي هو بحال الحاسوب، يعني خاصنا واحد المساحة، واحد المساحة كبيرة، بحال مثلا ملي كنقول لك عقل على هذا الرقم الهاتفي واش تنفتح عليك، فأنت كديرو في واحد الذاكرة اللي هي ذاكرة قصيرة ولا كيف يسميوها، يعني باقي ما كتحفظوش، كتكون عيب، باقي الا قلت لك عرضو ديك الساعة غتعرضو، ولكن الا غبرت عليك واحد
نص ساعه وقلت لك عرضوا عليا تقدر تنساه. نفس المساله كذلك بالنسبه للحاسوب او للسيرفر. فحنا باش نقدروا نستوكيو بزاف ديال هذوك الطلبيات، تيجي واحد تيقول لي عافاك واحد القهوه كحله شومبيني ولا صوص شومبينيون ولا هذا، المهم اخويا عافاك عطيني واحد الطنجيه مع هذا، هذاك النادي راه خاصو يحطهم فواحد لا ميموار طومبور، عاد يمشي يعطيهم البروسيسور اللي غيصاوب ليه او يعطيهم الشاف اللي غادي يصاوب ليه هذوك الماكولات وهذا. فهذيك بطبيعه الحال ملي كنهضروا على واحد الحكم هائل من المعلومات اللي خاص المعالج يقوم ب يعني المعالجه ديالها، فالسيرفرات خصنا تكون ذاكره كبيره باش يقدر انه يحط هذوك الطلبيات. اضف الى ذلك المساحات التخزين، فمساحه التخزين في يعني في السيرفرات بطبيعه الحال كتكون واحد المساحه التخزين كبيره جدا مقارنه مع الحواسيب العاديه. وهذا راجع بطبيعه الحال لانه اي شخص كيخدم يعني تخدم مع سيرفر او اي واحد مثلا تيبغي ينشئ واحد الموقع اما موقع الكتروني او لا موقع تخزين ملفات او لا مثلا كاين اللي بغى يدير لنا موقع ديال الافلام، يعني تنحتاجوا واحد المساحه كبيره في السيرفرات في الاقراص الصلبه مقارنه كذلك مع الحاسوب، لان الحاسوب ما غاديش تلقى مثلا فيه 30 طيره 50 طيره، ما غاديش تلقى هذا الشيء غالبا الحواسيب اللي كنستخدموا فهي تتكون فيها 1 طيره 2 طيره 4 طيرة 10 طيرة ممكن، مي ما تلقاش واحد المساحة اللي هي كبيرة بزاف مقارنة مع السيرفر. كذلك مسألة أن السيرفر يشتغل واحد المدة ديال 24 ساعة على 24 ساعة، إذا بطبيعة الحال خاصو واحد نظام تهوية خاص، خاصو واحد نظام ديال التهوية خاص، خاصو كذلك واحد نظام ديال الحماية اللي ما كتكونش عندنا في الحواسيب، لكون ان هذه الاجهزه هي مخصصه باش تشتغل 24 ساعه على 24 ساعه. اذا هذه هي الحواسيب او يعني تقديم نوعا ما السيرفرات باش نفهموا السيرفرات. بالنسبه كذلك ملي كنهضروا على السيرفرات وهذا الشيء غادي نديطايوه ان شاء الله في هذا الدرس هذا، هاد السيرفرات كذلك كما قلنا فهي راه كتختلف بطبيعة الحال، تختلف من ناحية الغرض منها. فعندنا بطبيعة الحال كما كنا أشرنا عليه مرارا وتكرارا في الدروس السابقة أن كاينين خدمات مثلا بحال مثلا المايلين، يعني كنلقاو سيرفرات مخصصة للمايلين، تيكون المنفذ كما شفنا المنفذ المحلول أو المفتوح هو البور 25 تيسماو الـ SMTP اللي هضرنا عليه، بروتوكول SMTP اللي كنا دوينا عليه. فهادو تيكونوا سيرفرات الشركات اللي كيعطوهم لينا، تعطونا شركات هاد السيرفرات باش نستخدموهم مثلا في ارسال رسائل الايميل، بحال الناس اللي مثلا كيخدموا الايميل ماركتين، الناس اللي كيديروا الدعايه عن طريق الايميل، او مثلا اللي كيخدموا سي بي اي، هادشي ان شاء الله غنجي نشوفوه من بعد ان شاء الله في الدوره، مثلا كيخدموا سي بي اي او غير ذلك، فهما تحتاجوا مثلا دي سيرفر ديال المايلين او دي سيرفر ديال اللي تيصيفطوا دي زيميل. فهاد السيرفرات هادو بطبيعتها تكون مخصصين لهاد الغرض. كاينين عندنا كذلك سيرفرات اللي هما مخصصين للاف تي بي، يعني فقط لتخزين الملفات، يعني كنجي كنهز ملف كنشري سيرفر او لا كنكري سيرفر عفوا وكنحط فيه الملفات ديالي. كاينين المهم مجموعه من الانواع ديال السيرفرات، ولكن المهم عندنا في هذا الدرس هذا هو اننا نعرفوا اشنو هما انواع السيرفرات من ناحيه التجاريه. يعني انا مثلا باغي نخدم بواحد، بغيت نصاوب موقع الكتروني او متجر الكتروني او لا عندي شي فكره ديال شي موقع معين، او نصاوب مدونه الكترونيه او اي شيء، فانا خاصني نعرف اشنو هما الانواع السيرفرات اللي موجوده في السوق، وخاص تعرف الفرق بيناتهم باش بطبيعه الحال ما تصيدش وما تخرجش. الو بالنسبه قبل ما ندخلوا باش ندخلوا لهذا الموضوع هذا، فاول او كما قلنا السيرفرات كاينين كذلك سيرفرات الاس كيو ال الخاصه بالقواعد البيانات. يعني انت مثلا ملي كتصاوب واحد الموقع اول حاجه كترفعو في واحد السيرفر اف تي بي، يعني خاصك تهز هذيك الملفات اللي عندك في الحاسوب وتحطها في سيرفر اخر اللي هو سيرفر الملفات اف تي بي. وخاصك كذلك ملي كتحط هذوك الملفات او الموقع تيخصك انت عندك قاعده بيانات، اذا خاصك سيرفر خاص بقاعده البيانات تسمى الاس كيو ال سيرفر. الاس كيو ال سيرفر ان شاء الله في انشاء المواقع غادي نقربوا من هذا، غنخدموا بهذا الشيء اكثر. الاس كيو ال سيرفر
فانت مثلا ملي كيجي واحد الكليان وطيطابي سميتو وكنيتو الرقم الهاتف ديالو تيدير اونطري، فهذوك المعلومات راه بطبيعه الحال تيتونغوجيسترا فواحد لاباز دو دوني. هذيك لاباز دو دوني في الحقيقه هي سيرفر قواعد البيانات.